بعد 5 أيام من المنافسة اختتمت بطولة الجمهورية للشطرنج للرجال والسيدات التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، بمشاركة 10 لاعبين بفئة الرجال و10 لاعبات بفئة السيدات. السنة هي بطولة الجمهورية هي نهائي الرجال نهائي السيدات، أفضل 10 لاعبين رجال وأفضل 10 لاعبين سيدات عبر اللي تأهلوا من المراحل اللي عملناها سابقا. طبعا هدفها هي انتقاء المنتخب الوطني منتصف العام القادم لبينما نعمل البطولة الثانية. هي وادي المنتخب يفترض هو منتخب 2020، وكان مقرر البطولة هي بشهر 5، ولكن الظروف اللي شفتوها يعني ارتئينا كاتحاد انه مو معقول تخلص السنة بدون ما يكون بتاريخ سوريا انه سنة 2020 ما كان في بطل جمهورية. هي من باب انه راح يكون منتخب جمهورية لفترة ممكن 4 إلى 5 أشهر بينما تصير بطولة 2021، ونفس الوقت أنه كسجل ذهبي لأبطال الجمهورية راح يكون متواجد وما في انقطاع فيه. البطولة قوية جدا، تم التأهل إلى عبر عدة مراحل. هذه بطولة نهائي جمهورية للشطرنج للرجال والسيدات للاتحاد السوري للشطرنج، بيختار منها المنتخب بالضم خيرة أبطال سوريا للشطرنج. يعني هذول أفضل 10 لاعبين، أفضل 10 لاعبات عم يتنافسوا لاختيار المنتخب اللي بده يتكون من 4 لاعبين. نظام البطولة وفق الدوري الكامل بما أنهم 10 لاعبين من 9 جولات و10 لاعبات أيضا 9 جولات، تحكيم خلينا نقول بسوية عالية فعلا، وإجراءات كأنها بطولة دولية تماما من حيث تعامل الحكام، نظام تسجيل النقلات ومراقبة الطاولات، وطبعا بالإضافة لكل البرامج وطريقة نشر النتائج. يعني خلينا نقول بطولة دولية بكل معنى الكلمة. لاعب فئة عمرية يلعب قدام أستاذ له رهبي، هالرهبي هاي نحن شفناها مو كتير قوي لأنه عندنا اللاعب متمكن، لأنه بالأساس هن الأبطال جمهوري لفئات. يعني في عالم بتفكر أنه لعبة الشطرنج بس ذهني، لا، إذا ما كان الجسم سليم من أغلب اللاعبين عندنا بيلعبوا لعبات جسدي بتتماشى مع لعبة الشطرنج. اللعبة مو بس ذهني، لا، اللعبة كمان اللاعب لازم يكون بيلعب لعبة تنشيطية. أول شيء لعبنا محافظة سيدات باللاذقية، طلعت في مركز أول، بعدين تأهلنا على مرحلة التمهيدي فكمان جبت فيها مركز أول، وهلا عم نلعب بالجمهورية النهائي. بالفترة الماضية اتحاد الشطرنج ما قصر ولعبنا بطولات أونلاين يعني عن طريق الإنترنت، بس بعدين نحن بحاجة نرجع الرخاء يعني ونلعب بالبطولات على أرض الواقع. المنافسة قوية، يعني البطولة هي فيها 6 لاعبين تقريبا سابقا أخذين بطولة الجمهورية، يعني فصعب نوعا ما.